إنها المدينة المنورة لا زالت بالخيرات والبركات مسورة، وطيبة الحبيبة وطابة اللبيبة، جعلها الله منطلقًا للرسالة الإسلامية الخالدة، ومتنزلًا لوحيه، ومهدًا لدعوة نبيه المُصطفى والمُجتبى عليه صلوات الله وسلامه، تترى إلى يوم الدين. هي منارة الإسلام، ومأرِز الإيمان، ومحضِن العقيدة، ومركز الحضارة، ومنطلق القيادة والسيادة والريادة للعالم الإسلامي، تحقيقًا للاعتصام بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. على أساس التوحيد لله، وإخلاص الدين له، وتحقيق العقيدة الصحيحة والمعتقد السليم والمنهج القويم، وإعزاز معالم الملة، ورفع راية السنة، ولزوم منهج السلف الصالح رحمهم الله الذي استمر عليه نهج هذه البلاد المباركة،